انا ليه طلب عندك بس خايف لتكسفيني. على حسب. ما تشيل الباترينا بتاعت الكبه اللي انت حطها على عينيك دي. لو سمحتي بلاش بجد، يعني عينيكي انت ظالمه عينيكي كده. ممكن اشيلها؟ يعني عايز اشوف عينيكي من تحت الازاز ده. عادي ممكن اقلعها، دي حفظ. انا عندي لينسز كمان لابسها وقار. يعني عايز اشوف عينيكي. بلاش عشان خاطري. اوكي اشيل ولا هتعضي؟ اوعى تعضي. ماشي اقدي بايدي. الله، طب وبتخبيهم ليه؟ ها؟ ايه رايك كده؟ سامعاك. ايه ده؟ سامعاك. سامعني؟ خلاص بقى، شفت عينيا؟ ايه رايك؟ هات بقى النضارة، هات هات بقى. أقوم بالله بالله. خد يا هاني، الله يحنن عليك. يا يحنن عليك. محظوظ. ايه يا عم بابا؟ ايه؟ بشويش علينا يا بابا. بقولك ايه؟ لو بتتنحنح بقى وبتقعد تتمحلس فيا عشان خاطر ارجع الشغل تاني، فاعمل حسابك ان انا مش هرجع تاني. انا مش بكلمك عشان الموضوع ده، انا بكلمك عشان تيجي تاخد فلوسك اللي ليك عندنا. لا والنبي، تعال خد الفلوس اللي عندنا دلوقتي. بقى ليا فلوس عندكم؟ اسمع، انا عايز اشوف وشك، ولا وش رشدي بيه ولا وش رجلي. بس احنا لينا حاجه عندك يا بوشكش. حاجه ايه؟ شويه ال شويه 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 الاسطوانات والاوراق. ايه اعلى مفخلك اركبه، يا نادي زباله يا اللي ما فيهوش لعيب الا كسر بعد كسر. سلام يا مقربيه. انت اللي خلعته ولا هو اللي طردك بامانه؟ انا ما انت عارفه كل حاجه اهو. ساي ليه بقى؟ عشان عايزه اطمن عليك. هو انت بقى كنت بتشتغل مع ايه بالظبط؟ يعني كنت ماسك له التعاقدات بتاعه النادي بتاعه. وقبل التعاقدات بتاعه النادي اتعرفت عليه في ماتش اعتزالي. يا هانيه، ده انت فكرتيني باحلى ايام عمري. ماتش اعتزالي، بس مش عارف ليه عملوه يوم جمعه وساعه صلاه. انا نفسي افهم الموضوع. حاجه غريبه. انت عارف ان رشدي هلال ده حواليه شبهات ولا لا؟ ايه ماشي مع ابن الجيران يعني ولا ايه؟ بجد يا بوشكش انا ما بهرجش. الراجل ده سمعته زي الزفت. في ناس بتقول انه بيتاجر في السلاح، وناس تانية بتقول انه بيتاجر في المخدرات، وناس تالتة بتقول. ولا بلاش، مش عايزه اتكلم على اعراض حد. اعراض ايه؟ ده الراجل بقى معاه عيلين من الكلام اللي انت بتقوليه ده. وبعدين الراجل ده بصراحه بقى لو كان في حاجه عليه